أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم استشهاد الشاب أحمد السرحي خلال المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال شرق البريج في قطاع غزة. هذا واستمرت المواجهات المندلعة منذ صباح اليوم في عدة مناطق من القطاع، تركزت أشدها في شرق البريج، ما أسفر عن العديد من الإصابات بالاختناق وخمسة إصابات بالرصاص الحي. أما في الضفة الغربية فقد استمرت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة مصانع جشوري وقرب كلية خضوري في مدينة طول كرم، ما أسفر عن العديد من الإصابات بحالات اختناق وبالرصاص. كما هو الحال في قلقلية أيضا، حيث أصيب شاب بالرصاص المطاطي، ونتجت عن المواجهات أكثر من 30 حالة اختناق في المواجهات المستمرة في منطقة حي النقار غرب المدينة. كما اندلعت أيضا مواجهات على المدخل الجنوبي لمدينة أريحة بالقرب من الارتباط العسكري الإسرائيلي القريب من مخيم عقبة جبر، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فتى فلسطيني بالرصاص الحي في رأسه خلال المواجهات التي اندلعت في قرية نعلين في رام الله عقب اقتحام الاحتلال للقرية.